لو اتكلمنا شوية بقى عن كابتن حسن حمدي، حضرتك قلت الأمثلة كثيرة جدا، عايزين مثال أو أكتر الناس ما تعرفوش، المشاهدين والجمهور ما يعرفوش، بيدلل على أنه كانت فترة مميزة جدا لما أدار النادي مع مجلس الإدارة أو كرئيس للنادي كابتن حسن. الحقيقة كابتن حسن شخصية متميزة، مدير ناجح جدا، إدارة ناجحة تماما، خبرة في الكورة عالية قوي حقيقي، تضحية من أجل النادي بكل ما أوتى من قوة. ما أقدرش أنسى إن حبه للنادي الأهلي فاق حبه لأي مؤسسة أخرى، لدرجة إن هو كان يجي يقعد معايا يقول لي حنبيه حقوق الرعاية بكام وإزاي، جه الأهرام ما جاش الأهرام ما تفرقش، الجماعة بتوع الأهرام لما زودناها من 3 مليون ل 150 مليون كانوا بيعيطوا يقول لي ولا يهمك ولا يهمك. كان حبه أن ناخد ال 150 مليون أكتر من حبه أن الأهرام هيدفع 150 مليون. الراجل بتاع كانت أولويته دايما النادي الأهلي، النادي في التفكير في التعاقدات بشكل. وأنا اتناقشت مع حضرتك لو حضرتك تتذكر من سنوات على الهواء في وقت ما كان الكابتن حسن رئيس للنادي، واتناقشنا في فكرة الانتقادات اللي كانت بتوجه للنادي في الوقت ده، أنه أنتوا عندكم ميزة أن الكابتن حسن متولي منصب كبير جدا وقيادي في الأهرام وهو رئيس النادي الأهلي في نفس الوقت. لكن حضرتك قلت لنا يا جماعة الموضوع مرتبط بحجم النجاحات، حجم الظهور إعلاميا بالضبط. حجم القيمة حتى أو الكاريزما الإعلامية لنجوم النادي ومسؤوليه ولاعبيه، كل ده بيفرق في التعاقد وبيفرق في المعلنين وعقود الرعاية وكل شيء. هو ده كمان القدرة على التفاوض الجيد. هو ده اللي حصل الحقيقة. لأن اللي أنا هقوله إن الشركات اللي كانت بتشتري من الأهرام العقود هي اللي علت جدا، لان عدد جمهور الاهلي زاد لدرجه اي اعلان بتعمله بتبص تلاقي اللي بيبيع المنتج ازدهر جدا. فاصبح كونك تبقى في النادي الاهلي دي حاجه كبيره، لان 80% من الشعب المصري النادي الاهلي. لو النادي الاهلي اياميها كان 80 مليون ولا 90 مليون، يعني بتتكلم مع 70 مليون بني ادم، 70 مليون بني آدم مستعد يعمل أي حاجة للنادي الأهلي. وبتكلم بجد، وأنا شفت أمثلة رائعة كتير. والحكاية موروثة، جاية من أيام سعد باشا غلول، من أب لابن لابن، فهي الحكاية ماشية موروثة بين الناس. ناس لبست على مصر، ناس مكملة في حب مصر، ناس مستعدة لو لقت إعلان على فانيلة مصر تشتريها على طول. فكان حقيقة أنا شفت الحقيقة حب، شفت حب رائع، شفت حب رائع. وحضرتك شايف أن فعلا الفترة دي كانت من أنجح الفترات للنادي الأهلي في ترتيباته الإدارية والمالية والاستثمارية، فترة كابتن حسن وكابتن الخطيب ودكتور بجنيد ومجلس الإدارة الذي كان مشاركا معهم. مش قادر أقول أنجح، أنا عايز أقول نهلك. لا وطبعا بنقول واحدة من أهم الفترات، واحدة من أهم الفترات على الإطلاق. هي الحاجة الظريفة فيها، مش بنعمل مقارنات هنا بس بنذكر الحاجة الظريفة فيها، أن البطولات 11 بطولة دوري في 11 سنة، بطولات كاس، بطولات افريقيا، الظهور عالميا من خلال كاس، الظهور عالميا من خلال لعب كاس العالم، حصل يعني معادله مع اي منافس كان متفوق في اي بطوله قاريه وتخطيه في المرحله دي. الاهلي زود رصيده بشكل كبير من كل البطولات عشان يبقى في الصداره بالظبط. وساعتها اتحطت النجمه الثالثه على علم الاهلي، النهارده اتحطت النجمه الرابعه على علم النادي الاهلي. احنا بنتكلم في عدد بطولات جميع الأندية في مصر ما جابتش مع بعض، ما جابتش نص هذا العدد.